أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين الأخبار. اليوم تحل الذكرى 18 للخطاب الملكي سامي بأجدير، خطاب تاريخي وضع أسس مغرب الهوية المتعددة بمختلف مكوناتها وروافدها، ومكن المغرب من بلورة سياسة متبصرة للنهوض بالثقافة الأمازيغية. معرض الفرس بالجديدة في دورته 12 يتضمن برنامجا غنيا من المسابقات المرتبطة بالفرس. اليوم نتوقف عند أجواء المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة. تخليدا ليوم الأغذية العالمي، احتضن المركز الدولي الحسن ثاني للتكوين في مجال البيئة بمقندل يوما تحسيسيا بأهمية التغذية السليمة للحفاظ على الصحة. أهلا بكم. وفي البداية، انعقد اليوم مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. تم خلاله تدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 والنصوص المصاحبة له، وتهم هذه النصوص 3 مشاريع مراسيم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وفيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا ما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. يعقد البرلمان بمجلسيه يوم الاثنين المقبل جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية 2020 من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، فإن الجلسة ستنطلق على الساعة 7 مساء بمقر مجلس النواب. في كلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال أمس أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية. وشدد السيد هلال في كلمته على أن المملكة المغربية تجدد تأكيد التزامها بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي التجسيد الوحيد والأوحد لهذا الحل. كما أبرز السيد هلال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل الاستثمارات الكبرى التي أنجزها المغرب في المنطقة. وذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في هذا السياق بأن المملكة أطلقت سنة 2015 النموذج الجديد للتنمية في الصحراء المغربية، مما مهد طريق لتنمية متعددة الأبعاد وشاملة ومستدامة لأقاليمها الجنوبية بميزانية ضخمة تبلغ 8 مليارات دولار. اليوم تحل الذكرى 18 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أجدير في مثل هذا اليوم من عام 2001، خطاب تاريخي وضع أسس مغرب الهوية المتعددة بمختلف مكوناتها وروافدها، ومكن الدولة المغربية من بلورة سياسة متبصرة للنهوض بالثقافة الأمازيغية وترسيخها. خديجة الجمالي. خطاب أجدير حدث أسس لمغرب متعدد الهوية بمختلف مكوناتها وروافدها تجسيدا لسياسة متبصرة للنهوض بالثقافة الأمازيغية وترسيخها وجعلها منطلقا للحفاظ على الهوية المغربية. ولأن الأمازيغية مكون أساسي للثقافة المغربية وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية، فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
خطاب ملكي سامي أعطى انطلاقة عدد من الإنجازات الوازنة في مجال البحث حول اللغة والتعبيرات الفنية والثقافية الأمازيغية وإدماجها في مسارات التربية والتكوين. وكان إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تجسيداً فعلياً للتوجيهات الملكية في خطاب أجدير، حيث يشرف المعهد على النهوض بالأمازيغية عبر إدراجها في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي. ما جاء به الخطاب المولوي لأجدير هو بمثابة ثورة ثقافية، مش فقط على صعيد المغرب ولكن على صعيد المنطقة ككل. إذن المغرب كان سباق لفتح هذا الورش، وهو ورش حقوقي بامتياز، الأمر كيتعلق بحقوق لغوية وثقافية. تطور لغوي وثقافي أسس له خطاب أجدير، توج بدسترة الأمازيغية، وتمتد سيرورته بالإعمال الفعلي لطابعها الرسمي. ويعد إدراج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم إحدى اللبنات الأساسية للنهوض بهذا المكون الأصيل من الهوية المغربية. مسار تدريس اللغة الأمازيغية بدأ منذ 16 عاما في سلك التعليم الابتدائي بعدد من المؤسسات التعليمية، خطوة ورغم عدم تعميمها بشكل كلي لقيت استحسانا باعتبارها مكونا أساسيا للهوية الوطنية. روبرتاج زهرة الهدف ومحمد ناصري. 2003 كانت هي الانطلاقة الأولى لتدريس اللغة الأمازيغية وبرمجتها في مناهج تعليم الابتدائي في مجموع المدارس المغربية، تجربة أخذت مكانها داخل الجدول الزمني لتلاميذ الأقسام الابتدائي. ورغم صعوبة كتابة حرف تفنغ إلا أن الأطفال أبانوا عن رغبتهم في التعلم. كتعجبني الأمازيغية بزاف وتعلمت منها بزاف الحوايج، تعلمت منها الكتابة، تعلمت منها القراءة، علمتني أسكيليو، تعلمت الأسماء وتعلمت شحال من حاجة، بابا، إما، ولتما، قما. هذا المشروع الوطني نجح في بعض المدارس الوطنية باعتباره مكون أساسي للهوية المغربية. منذ الانطلاقة ديالها اللي كانت تدرس بواحد الشكل اللي هو ربما بغينا نقولوا كانوا تيختاروا الناس الناطقين بالأمازيغية، هما اللي كانوا تيقوموا بهذه المهمة ديال الأمازيغية. ملي بدينا تقريبا غطينا المستويات كاملة. برمجة اللغة الأمازيغية في مناهج تعليم من شأنه إعطاء المكانة الحقيقية لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية الذي رصدت له إمكانيات بشرية مهمة. عندنا إقبال التلاميذ على التعلم ديال الأمازيغية والتجاوب معهم جد إيجابي، وعندهم واحد الإصرار باش يتعلموا هذه اللغة. إلا أن هذا الشيء كامل، هذه الانتظارات، هذا الشيء لا يرقى الانتظارات ديالنا. مازال كنتسناو أكثر، وكنتسناو أولا التعميم الأفقي والعمودي ديال اللغة الأمازيغية. اللغة الأمازيغية أصبحت في جدول أعمال الأقسام الابتدائي شأنها شأن المواد الأخرى، وهذا مكسب كبير. ننتقل إلى مدينة الجديدة لمتابعة فعالية الدورة 12 لمعرض الفرس. برنامج هذا الحدث السنوي يتضمن إقامة العديد من المسابقات وضمنها المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، مباراة تنظمها جمعية معرض الفرس بشراكة مع الجمعية الملكية لمربي الخيول العربية الأصيلة والشركة الملكية لتشجيع الفرس، وتخضع هذه المباراة لقانون المؤتمر الأوروبي للحصان العربي. روبرتاج ليلى أسلي، سفيان الإبراهيمي ويوسف شركي. يقال أن ملامح الخيول العربية الأصيلة لا تخطئها العين،
إذ لها صفات تنفرد بها عن نظيراتها من باقي السلالات: حضور قوي، رقبة كبيرة مقوسة متناسقة مع الرأس، استقامة في الأرجل، عيون واسعة. هي بعض من المعايير الفنية التي يعتمدها الحكام في اختيار الحصان أو المهر الفائز في المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة صنف ألف. عروض نقلت الحاضرين إلى عوالم من القوة والجمال. مباراة دولية عندها إشاع دولي كبير لتشارك فيها العديد من الدول، لا دول الخليج اللي عندها باع في هذا الميدان، ولكن كذلك دول أوروبية للتباري. وهذه فرصة باش نشوفوا تحسين النسل المغربي في نوصل والتباري مع الدول اللي متقدمة في هذا الميدان. تقييم درجات الجمال في الخيول العربية يتم طبقا لمقاييس عالمية: حركات رشيقة أساسها نظام غذائي صحيح وتدريب بدني. مباراة يميز هذه السنة جودة الخيول المشاركة وعدد المرابط المغربية التي تتنافس على المراتب الأولى، إلى جانب المشاركة المتميزة للدول الأوروبية والعربية. عندنا دخلنا الآن بعشرين حصان في كل شيء، بعشرين حصان دينا اللقب ديال أحسن مربي الخيول في المغرب العام الثاني متابع، العام اللي فدرناه احنا وهذا العام، وتنظن بأن هذا الشيء غادي في التحسين. أشارك في هذه المباراة بخمسة خيول وأمل كبير في الظفر بالمراتب الأولى، فأنا مربية خيول وحصلت على عدة جوائز عالمية عالية المستوى في البطولات الأوروبية والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركتي في هذه المباراة بالمغرب بمثابة تحدي كبير بالنسبة لي. مستوى ديال المربين تطورات بواحد الشكل لا بالنسبة للمسابقة الدولية ولا بالنسبة للمربين الخيول العربية الأصيلة. مربين ومولدين هذا الصنف ديال الخيول اللي أنا تزادت في بلادنا وكنشاركوا بها اليوم مشاركة دولية وحصلت على نتائج من الرتب الأولى. لقاء حقيقي ومباشر كان إذن للجمهور مع أجمل الخيول العربية الأصيلة هنا بمعرض الفرس بالجديدة، رمز للشهامة والأصالة والعزة والكبرياء. حدث شكل أيضا أرضية غنية للنقاش وتبادل الخبرات من أجل تحسين مستوى الجياد. من معرض الفرس للجديدة، ليلى عسلي وسفيان الإبراهيمي. ومباشرة من معرض الفرس بالجديدة معنا السيد محمد مشموم عضو اللجنة التنظيمية لمعرض الفرس. نود بداية سيدي أن تقربنا من قواعد هذه المباراة الدولية وعدد المشاركين فيها. مساء الخير مشاهدين الكرام. هذه الدورة عرفت مشاركة حوالي 150 من الخيول مغربية ودولية، وهذا الرقم بداخل المنظومة العامة يعتبر جيد جدا. المشاركين أكثر من 30 مزرعة على مستوى محلي ودولي، يحكمها مجموعة من الحكام دوليين ذوي خبرة عالية جدا. فهذه الدورة سجلنا فيها بارتياح يعني طفرة نوعية على مستوى الجودة، وعلى تضاف إلى المعهود على معرض الفرس جودة التنظيم والبنية التحتية الهائلة. طيب سيد مشموم، هناك مشاركة دولية مهمة، ولكن بالنسبة للمشاركة المغربية ما هو تقييمكم لهذه المشاركة والنتائج؟ بالنسبة للمشاركة المغربية وبارتياح كبير جدا نسجل تطور نوعي في الخيول التي تشارك وجودة الإنتاج. أصبح الآن للمشاركة المغربية حظوظ قوية جدا في الظفر بأغلب البطولات هذا المساء. تقييمي رغم أن شهادتي مجروحة بحكم أنني مغربي، فجودة المربين وتنافس المربين مشرف جدا جدا جدا. كان ينقصنا في الدورات السابقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أما هذه الدورة فنحن ندخل إلى المباراة بدون أي مركب نقص، بل نطمح إلى أن نظفر بالذهب إن شاء الله في كل بطولات هذا المساء. طيب برأيكم ما الدور الذي يلعبه معرض الفرس بالجديدة في إشعاع قطاع الخيول بالمغرب وخاصة هذه السلالة؟ هو معرض الفرس أتى ليؤتت المنظومة المغربية
كمحطة أساسية يلتقي فيها العشاق والمهتمين للتباري ولإبراز قدراتهم على التربية وعلى الإنتاج والتنافسية على مستوى الدولي، وكذلك محطة للالتقاء بالمهنيين لإنجاز مشاريع خارج المضامر، لأنه المنافسة تكون داخل المضمار وخارجها يكون العلاقات المهنية. ثم يعني أضاف كذلك مساحة للتثقيف والتوعية المربين من خلال تنظيم يعني ندوات تثقيفية على مستوى الأدبي والعلمي، ناهيك على ذلك حضور تميز للناشئة يعني إعطاء المشعل في كل مفهوم الفروسية للجيل الجديد المغربي يعني البرامج المتنوعة. أعتقد معرض الفرس ساهم بشكل كبير جدا في تحفيز بشكل إيجابي قطاع تربية الخيول على العموم والخيول العربية على الخصوص، بحكم أن هذه البطولة التي استطاع معرض الفرس أن يصنفها من درجة ألف، وللمعلومة فهذه البطولة الدولية يتواجد مثيلتها في المغرب على 5 محطات فقط، والمغرب محطة منها. هناك إشارة كذلك قوية جدا أن معرض الفرس البطولة الأولى تؤهل لبطولة العالم، يعني أن المباراة تكون في الجديدة ويتم تأهيل مباشرة لبطولة العالم في باريس. فكل هذه الإضافات تعتبر قيمة كبيرة جدا لمعرض الفرس، بما موازة مع ما ذكرت على مستوى التثقيف وعلى مستوى المعارض وعلى مستوى التطوير المهني الموازي لتربية الخيول. شكرا لكم على مشاركتكم معنا في أخبار الظهيرة. السيد محمد مشموم عضو اللجنة التنظيمية لمعرض الفرس بالجديدة. حادث سير مأساوي وقع مساء أمس بالمدينة المنورة. الحادث نجم عن اصطدام حافلة خاصة تقل مقيمين بالمملكة العربية السعودية من جنسية آسيوية وعربية بمركبة ثقيلة، والحصيلة مقتل 35 شخصا وإصابة 4 آخرين. الحادث أعقبه اشتعال النيران التي انتشرت على مساحة واسعة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في هذا الحادث. الولايات المتحدة توفد نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى أنقرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع السلطات التركية حول وقف إطلاق النار شمال سوريا. ميدانيا يتواصل الهجوم للأسبوع الثاني وسط اشتباكات عنيفة بين القوات التركية والوحدات الكردية على عدة محاور. عبد الحي ناصر. معارك عنيفة تشهدها مدينة رأس العين الحدودية في شمال شرق سوريا بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية الكردية. القوات التركية المدعومة بالفصائل السورية الموالية لها تمكنت فجر اليوم من التقدم داخل مدينة رأس العين، وباتت تسيطر على نحو نصف مساحتها، وبذلك أصبحت تسيطر على شريط حدودي يمتد على طول نحو 120 كيلومترا، ويصل عمق المنطقة التي تقع تحت سيطرتها في إحدى النقاط إلى أكثر من 30 كيلومترا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووسط انتقادات دولية لتركيا ومعها واشنطن التي سحبت قواتها من الشريط الحدودي قبل بدء الهجوم التركي، توجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو أمس إلى أنقرة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في شمال سوريا. ومن المقرر أن يعقد محادثات اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعهد باستمرار العملية العسكرية التركية والتي تهدف منها أنقرة إلى إقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسما من حوالي 3.5 مليون لاجئ سوري موجودين على الأراضي التركية. ساعات قبل قمة الاتحاد الأوروبي توصلت لندن وبروكسل اليوم إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء بوريس جونسون أعلن أن بلاده توصلت إلى اتفاق جديد وعظيم حول بريكسيت، كما أكد رئيس المفوضية الأوروبية أن هناك اتفاقا عادلا ومتوازنا بالنسبة للجانبين. إبراهيم المرزوقي. رغم الصعوبات والشكوك التي كانت محيطة باحتمالية توصل الطرفان الأوروبي والبريطاني إلى اتفاق بخصوص عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكسيت
قبيل القمة الأوروبية التي ستعقد في بروكسل اليوم وغدا، فقد تم أخيرا تحقيق هذا الهدف. كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارني، والذي أعلن قبل يومين على أنه يجب تحويل النوايا الحسنة بين الجانبين إلى اتفاق قانوني، أكد اليوم توصل الجانبين إلى مثل هذا الاتفاق. Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique. توصلنا إذن إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية حول الخروج المنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك حول إطار علاقتنا المستقبلية، وهذا بفضل الجهود المكثفة لمفاوضي الطرفين. وقد وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر هذا الاتفاق بأنه عادل ومتوازن، وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي بالموافقة عليه. أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فقد وصف بدوره الاتفاق بأنه جديد وعظيم ويتماشى مع نتائج استفتاء عام 2016، كما دعا النواب البريطانيين إلى تأييده في جلسة برلمانية استثنائية السبت المقبل. يوم تحسيسي بأهمية التغذية السليمة احتضنه أمس المركز الدولي الحسن الثاني لتكوين في مجال البيئة ببوقنادل بشراكة مع مكتب منظمة الأغذية وزراعة الفاو بالمغرب. اليوم التحسيسي نظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتغذية الذي يصادف 16 أكتوبر من كل سنة. سميرة أسبان وحمزة السايح. أصوات قطعتها المملكة في مجال تحسين الأمن الغذائي، تأكيد جاء على لسان ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب خلال هذا اللقاء الذي احتضنه المركز الدولي الحسن الثاني للتكوين في مجال البيئة. Dans le cadre d'une convention que la FAO a signée avec la Fondation Mohamed VI. اللقاء التحسيسي ينظم في إطار اتفاقية تم توقيعها بين منظمتنا ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. سنستمر في احتفائنا باليوم العالمي للتغذية من خلال منح جوائز للمبتكرين والمهندسين المغاربة المتميزين في المجال الفلاحي. Techniciens spécialisés et ingénieurs dans le secteur agricole. توعية التلاميذ بأهمية التغذية السليمة في مقدمة أهداف هذا اليوم التحسيسي، ورشات تعليمية اكتشف عبرها هؤلاء الأطفال أسرار الإنتاج الفلاحي المفيد لصحة الإنسان والبيئة على حد سواء. مؤسستي تسهر دائما للحفاظ على البيئة بجميع عناصرها، واليوم كانت فرصة جيدة للتعرف أكثر على أسرار التغذية. تعلمت كيفية سقي النباتات وغرسها وسقيها، وذلك من أجل تنمية تغذية مستدامة. الجيل القادم لابد من توعيته بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة الالتزام بالتغذية المتوازنة. نظمنا لهؤلاء التلاميذ أنشطة تربوية ليتعرفوا على نمط الحياة الذي يضمن تغذية سليمة. بفضل جهوده استطاع المغرب أن يقلص من معدل سوء التغذية إلى 3.7%. نحن مطالبين اليوم باش نحسنوا التغذية ديالنا، تكون فيها الخضرة، تكون فيها الشلايط، تكون فيها الفواكه، تكون فيها شوية الخبز، في الماء، وننقصوا من الحلويات والدهنيات والماكلة بلا وقت والماكلة مني ما يكونش فيه الإنسان الجوع. الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية مناسبة للتحسيس بضرورة اتباع نمط غذائي متوازن تفاديا لأسقام قد تضعف الجسد. في الورقة الرياضية نتابع من بلجيكا لقطات من بطولة أوروبا المفتوحة لكرة المضرب رجال، كما نعرج على موسكو التي تحتضن كأس الكريملين للتنس سيدات. قبل الختام تذكير بأبرز محطات الخبر في نشرة الظهيرة. اليوم تحل الذكرى 18 للخطاب الملكي السامي بأجدير، خطاب تاريخي وضع أسس مغرب الهوية المتعددة بمختلف مكوناتها وروافدها، ومكن المغرب من بلورة سياسة متبصرة للنهوض بالثقافة الأمازيغية.
معرض الفرسبي الجديدة في دورته 12 يتضمن برنامجا غنيا من المسابقات المرتبطة بالفرس. اليوم توقفنا عند أجواء المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة. تخليدا ليوم الأغذية العالمي، احتضن المركز الدولي الحسن ثاني لتكوين في مجال البيئة ببقندل يوما تحسيسيا بأهمية التغذية السليمة للحفاظ على الصحة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.